السلام عليكم. كيما راكم تشوفوا ماشي ساهل، كيدالي وبعد تلحق بلاصه وين ترفدها وتمشي، والله ما ساهل. بصح حلاوتها كي تلحق للدار العشيه تدوش وتدبري تحت البلاصه وتعاود تشوف لا فيديو وتشوف كيفاش جوزت هذيك الدوره هذه. لما نحكي لكم السلام عليكم. انا وصلنا بعد ما شقى كما كنتو تشوفوا، ماهيش سهله باش توصل البلاصه هذه بالبيلو كما راكم تشوفوا. شفتوا المسلك اللي كنت فيه، كاين بلايص وين يعني صح تقدر تمشي بالدراجه وتستمتع، وكاين بعض المسالك يعني اللي مستحيل باش تمشيها بالدراجه، حتى لو عندك دراجه يعني جبليه هذو تاع كيما البي ام اكس ولا مستحيل، باسكو واعره بزاف وتعرضك للخطر في اي لحظه. والحمد لله رانا وصلنا للبلاصه هذه، ما شاء الله. هكذا وتروح تعرضك للوجه.
مشاوش نعبروا القرعة. السلام عليكم. كيف راكم تشوفوا؟ أنا في بلاصة يعني ما شاء الله ما منظر طبيعي جدا. أنا
يعني فوق المنوان بحوالي ماشي بزاف، واحد 100 كيلومتر، واحد 100 كيلومتر خارج حنا من وين طريق المحافظة في اتجاه المحافظة، مشروع راني في الجهة التحتانية يعني تحت الطريق، من جهة الواد، كاين واحد المدخل خرج من حنا من وين بواحد 500 متر هكا، كاين واحد المدخل، قبل معاك تمشي مع لابيس. بعد تلقى واحد البلايص شوية يعني ما تقدرش تدوز عليه كيما كنت تشوفو في يعني تجي باش تدوز الحركة تاعك، وشنو يعني التعب هذا شغل جاب حقه يعني ماشي كلام الواحد يوصل البلاصة هذي يشوف منظر كيما هذا يعني الله يبارك يروح لعيا هذا من ناحية كاع الفشل من ناحية التعب من ناحية العيا ميروفوزي يعني مورا الميروفوزي صح تيجي تكون يعيا وكلش صح ورا الميروفوزي خلاص هذه يعني ننصحكم بها يعني اللي قرار حمام الواد كما سكان تاع العاصمة وما جوارها بليدة مام بوم الجاس كيما هذا كاع يقدر يجي لهنا ننصحكم يعني بها البلاصة هذه سيرتو سيرتو الناس اللي كيما يعني الدراجين هو في الدراجة ماهيش مسافة بعيدة خاص لها جورني كيما اللي يسكن بعيد يقدر ينوض صباح بكري يفكر يصلي الفجر ويديماري الحمد لله انا شو يعني تقريبا في وصلنا شو يعني يعني يجي يسمي اله يديروا فوزي وكذا كل شيء يقدر يدير الرجوع يلحق شويه روتا بصح يوصل يعني بلاصه انا نصح بها كاينه حاجه ثاني اواخر رمضان درت واحد الفيديو يا ربي ان شاء الله وهذه هي وش عاد نقول انا هذا القناه راني دايرها سبيسيالمون لهواه الدراجه ونوع قبيع يعني عندها قبيعين مختلفين في الموضوع من الناحية الطبيعية بريزونتي لبلادنا المناظر الطبيعية الشديدة جدا ومام طو أنا ندير بلاصتي في الدراجة يعني نوع الدراجة ننصحهم يمشوا كيما راني نمشي أنا على بالي كاين اللي راه يمشي أكثر مني وكاين اللي راه يمشي أكثر مني وكاين اللي شاف بلايص أنا مازلتش نرجع وكاين اللي دار مسافات يعني أنا مازال مدرتهمش وكل واحد له ظروف وكل واحد مش يقدر كل واحد له ظروف الحي كاع هو الدراجة كاع الناس اللي راهي تدير رحلات بالدراجة نحييهم نقول لهم يا ربي يحفظكم وربي يوصلكم في الطريق بون كوراج الوان رانا كملنا معها هذه الحلقة الأخيرة يعني تاع حمام الوان بون ماشي الزيارة الأخيرة يعني الحلقة الأخيرة الحلقة الجاية إن شاء الله ولا الفيديو الجاي إن شاء الله نوعدكم يكون في واحدة من المدن الساحلية في الجزائر بالك نبداو كما قلت لكم قبيل من الشرق يعني من أقصى من الحدود نبداو من أم مقبول وربي يوفقنا إن شاء الله وإن شاء الله كما يقولوا ربي يحفظنا في الطريق باسكو ماهيش حاجة سهلة ونوعدكم فيديوهات شابين ان شاء الله ونزيدو تشوفوا تكتشفوا معنا مناظر شابين في بلايص شابين باسكو بلادنا كبيره وشابه وكاين اللي يستاهل البلاد هذه كاين اللي ما يستاهلها صراحه انا ما ندخلوش في تفاصيل واحد اخرى وما نعمقوش كل واحد ربي يسهل عليه انا برك لو بيت نتاعنا يعني الهدف نتاعنا من الفيديوهات هذو اللي راني نديرهم نعرف بلادي ونعرف بالمناطق الطبيعيه الشابه تاع بلادي هذا هو المغزى من الفيديوهات هذو اللي راح نديرهم ان شاء الله ربي يوفقني ونكون عند حسن ظنكم وهذا دائما يكون بالتشجيعات تاعكم والدعم تاعكم
هذه هدية لكاع المتابعين، نهديكم هذه باش تعرفوا بلي رانا في فصل الربيع. شوفوا الربيع في النتيجة، الله يبارك. نهديكم هذا البقعة من أعالي جبال حمام الوان، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.